يا هلا والله، وسعد الله اوقاتكم بكل خير. كيفكم؟ ان شاء الله تكونون طيبين. بشروني عنكم، حياكم الله بقناتي. انا ام وسن، هذا فلوق جديد صورته لكم كذا، يعني كيف يكون يومي عفوي كذا، ما يعني شلون اخلي الفيديو زي ما هو. يعني هذه حياتي بنات، يعني ما احب اني من شلون اوصلكم المعلومه، اني اصور شيء علشان افتعل الشيء هذا علشان يكون انزله بالقناه. لا، هذه انا اصور لكم حياتي زي ما هي. قبل ما ندخل الفيديو، اذا عجبتكم فيديوهاتي، اذا كنتوا جداد وعجبتكم فيديوهاتي، لا تنسون الاشتراك، حطوا لايك، ادعموا القناه. هنا اليوم عاد يعني قرم مشتهين بانكيك. تعرفون يعني عيالي مقطوع سرهم بامريكا. حتى امريكا ما يسوونه زي كثر ما نسويه حنا. عاد احلى شيء في البانكيك انه على طول تخلطين الخليط وتبدين تصببينه وتزينينه، ما يحتاج انه يقعد فتره يخمر ولا شيء. او حتى يعني احيانا نحطه، والله صير مسوي الخليط، حطه بعلبه وحطه في الثلاجه ما يتاثر ابدا. عاد المزاج اليوم قالوا نبغى بانكيك، نبغى معاه قهوه سعوديه. سويت لهم البانكيك، والبانكيك كثير سويته معاكم بالقناه، والظاهر ان كل يعرف الطريقه حقته، اللي هي بيضة وكوب حليب وشوية سكر وشوية زيت وكوب دقيق وملعقة بيكنج باودر وشوية فانيليا. هنا خلاص حطيت لهم القهوة، كانت الساعة تقريبا كذا على 5:30، قومتهم عشان يرجعون وعلشان يتقهون. طبعا حنا ما نصب فناجيل، حنا قهوتنا بكواب على طول. جمال الجو اليوم، إن شاء الله جاي الخير. يا رب يجي مطر، حس ريحة مطر شوي كذا، شم ريحة مطر. وهنا عاد مرانا واضح يعني من التصوير اني فرحانة بالتجمع السحب، ان شاء الله تكون بشارة خير ينزل علينا المطر، الله يغيثنا. اتوقع هاليومين يعني اتوقع الفترة هذه بيصلون صلاة استسقاء ما يبطون. اليوم عندنا شوية تنظيفات للصالة، تنظيف الكنب الدوري، يعني تقريبا كل اسبوع اسوي هذه الخطوة، نشيل الجلسة يعني المخاد ونمسح الكنب بالفرشة كذا، لأن تعرفون الكنب مخمل يمسك أي شيء، الغبرة البقع، فأحط بس مطهر داك وفرشة كذا نفرك الكنب بس. والله يا هلا والله، كيفكم؟ شو أخباركم؟ شو مسوين؟ أنا بصراحة الفترة هذه صار ما يجيني النوم أبدا الصباح، خلاص اللي راحوا عيالي للمدرسة، يعني أحيانا أغفيلي شوي وأحيانا لا والله، يا أما أسوي أشغالي ولا أقعد والله على الجوال ولا يعني أقعد أسوي لي أي شغلة. المهم شو مسوين عيالكم بالاختبارات؟ كيفكم؟ باقي بكرة الحمد لله، وباقي يوم الأحد. يوم الأحد أنس علي رياضيات، والسونة ما أدري والله إيش عليها، ظهر لا إنجليزي بكرة عليها، لا بكرة عليها إسلاميات، ويوم الأحد عليها إنجليزي. الله يوفقهم يا رب. بس حبيت أتكلم معاكم يا بنات، الموضوع مرة مهم، هو إنكم كيف نحتوي يعني بناتنا، كيف يعني أنت تحتوين بنتك ما تخلينها. معليش بس جاني اتصال وأنا توي باديه بتكلم بالموضوع، وشلون نحتوي بناتنا وشلون نخلي بناتنا ما يعني ما تطلع برا البيت تدور أحد إنها تتكلم معاه، تفضفض له، يعني تسولف عن مشاكلها، عن الأشياء اللي تواجهها. طبعا اقرب انسان سواء للبنت او الولد هو الام، الام هي الاقرب، يعني حنا الامهات حنا اللي لازم، خاصه البنات، احس البنات يعني حساسات اكثر، يعني خاصه فتره المراهقه وكذا، فاحس ان الام لازم تحتوي البنت. وشلون تحتوين البنت؟ انت قربي منها،
انزلي لمستواها يعني الأفكارها وش تحب وش وش تسولف وش اهتماماتها يعني هي ادخلي يعني أنت معاها يعني نزلي أنت مستواك نزلي عقلك كله نزلي لمستوى البنية سواء عمرها 10 سنين سواء عمرها 15 سنة سواء أكبر حتى لو بنت كبيرة ومتزوجة. صدقوني والله يعني سبحان الله ما في زي الأم ما في زي قلب الأم، الأم هي اللي تحتوي هي اللي تحتضن هي اللي تعالج سبحان الله المشاكل. أمس صار والوسونة موقف يعني بقول لكم أنا أتكلم عن نفسي كيف أنا الحمد لله أحتوي بنيتي، أنا ما يعني آخر شخص تشوفه تطلع من البيت أنا أودعها أصلح لهم فطورهم وأي شيء هم يبغونه أساعدها أشرف عليها وش لابسة وش ملبسك لا تأخذين الجوال، عرفت يعني شلون الجوال ممنوع في المدارس يعني إشراف دقيق، وبعدين أول ما تدخل من المدرسة دائما أنا أكون هنا جالسة على هذه الكنبة. أمس من يوم دخلت شفت وجهها متغير وقلت لها وش فيك، وعرفت وش إنه صاير فيها مشكلة بسيطة في المدرسة. الحمد لله يعني أنا جدا الحمد لله فخورة بنفسي وبنتي الحمد لله احتويتها ورحت اليوم للمدرسة وعالجت الموضوع والله لك الحمد والشكر. بس حبيت يا أمهات والله صدق إني أنبهكم لهذه النقطة إنكم تشرفون على بناتكم بنفسكم، ما تخلين البنية تحتاج شيء يعني يكون شيء مضايقها، دائما يعسول في معاها دائما يقولوا وش في شيء وش صار في المدرسة وش كذا، وجهيها أنا ما أقول يعني إنك تحتويها وإنك خلاص أنت وقفي معها لو هي غلطانة، لا لازم توجهينها إذا كانت غلطانة تقول لها لا أنت غلطانة وهذا مثلا الموضوع ما يصلح وهذا اللي ترى كنت تتحملين بعض المسؤولية. أشوف يعني بعض الأمهات الله يهديهم دائما توقف يعني بصف بنتها سواء بنتها غلطانة أو مغلوط عليها، أصلا تلقينها ما تعرف وش السالفة تروح تركض مثلا للمدرسة وتاخذ يعني الكلام من بنتها وخلاص وهي يعني عرفتوا ما تكون فاهمة السالفة، فأنت خليس دائما محايدة خاصة كان في مشاكل مع المدرسة، أنت عطي بنتك الأمان ويعني ناقشيها وكذا ووجهيها وبعدين أنت تقومين تحلين المسألة بهدوء كذا وروقان. وهذا بس بنات أنا كنت حابة أنبهكم عليه، يعني الموضوع طويل بس أنا يعني موقف صار لي وقلت خليني أسولف معاكم فيه اللي صار لبنتي أمس. وبس والله اليوم عاد رحت معاها وما تتخيلون وشلون نفسيتها مرة تعدلت، وقلت لها خلاص اليوم أنا بصرف لك إجازة من نفسي ما راح تداومين ما راح تداومين راح تختبرين وتطلعين. طلعت لها وأخذت لها فطور وانبسطت مرة 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 والحمد لله جابت الدرجة الكاملة بالقريب إن شاء الله بإذن الله باختبار لغتي، وهذا كان أتوقع وبإذن الله بيكون له أثر واللي صار لها يعني أمس الموقف البسيط بيكون لها درس وتكون تستفيد منه. وبنفس الوقت أنا وقفت معاها وجهتها وما حسستها أني أنا ضدها، والحمد لله المعلمات مرة متعاونات والإدارة مرة مرة يعني صراحة يعني أعتبرهم أمهات البنتي يعني حط بنتي عندهم وأنا كلي ثقة أنهم ما شاء الله عليهم بيقومون بالواجب. وبس والله قلت خليني أشارككم هالموقف اللي صار، وحبيت بعد أقول لكم على شيء يا بنات إن في منصة ما شاء الله لا إله إلا الله يعني كل شيء الحين متوفر كل شيء يعني تحسين فيه تطور مرة مرة كبير في منصة اسمها منصة تواصل تقدرين تتواصلين عن خلال من خلالها إذا كان عندك شيء تساؤل إذا كان عندك شكوى معينة تدخلين هذا التطبيق وترفعين مثلا شكوى. بس أول شيء طبعا لازم تتواصلين مع المدرسة إذا كان فيه مثلا مشكلة أو شيء، تتواصلين مع المعلمات مع الإدارة مع الوكيلة إذا سواء الأولاد أو البنات يعني أتكلم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد نسيت شو كنت بقول. إذا ما شفتي نتيجة مثلا استمرت المشكلة فأنت تروحين تدخلين هذا التطبيق بدل ما تطقين مشوار للتوجيه أو كذا، هم وفروا لك هذا الوقت والجهد وحطوا لك تطبيق اسمه تطبيق تواصل تدقين عليهم مو بدقين يعني ترفعين شكوى تقولين كل شيء عندك تدخلين من هذا التطبيق
وتسجلي كل شيء معلوماتك، وتحطي مثلا الملاحظة اللي لاحظتيها أو الشكوى اللي تبغينها، وترفعينها وهم يقومون بالتواصل مع المدرسة. وبس حبيت يا بناتني أشارككم هذا الشيء، يمكن في أحد ما يعرف. وبس والله دعواتكم لي ودعواتكم لبنيتي، الله يحفظها من كل شر. الحين عاد ببدأ بالغداء. طبعا أنا عندي ولاء عجيب لوجبة الغداء، لازم أسوي وجبة الغداء، مع أنه اليوم ما أدري أحس ما في أحد يبي يأكل، يمكن بس أنس، وسن زي ما قلت لكم ما داومت، يعني أفطرت متأخر، فما أدري صراحة أحط نص دجاجة ولا أحط دجاجة كاملة. لكن دجاجة عموما يعني تنوكل عندي، الرز هو اللي يقعد، بخليها دجاجة كاملة وبقلل كمية الرز. بس يعني حبيت أقول لكم أن عندي ولاء عجيب لوجبة الغداء. ما أدري، تخيلوا الحين الساعة 11 وربع أنا بادية بالغداء. الله يكتب أجري وأجركم. الحين بأطبخ الدجاج من دون موية، سويته معاكم كثير، يطلع الدجاج مرة يجنن كأنه مشوي. بس حطيت، طبعا قطعت الدجاج نصين، نظفته وغسلته زين، وحطيت بصل، طماطم، معجون طماطم، حطيت بهارات اللي أحب، بهارات مشكلة وكمون، شوي فلفل أسود، وحطيت ملح. إذا حابين مثلا تضيفون بطاطس حطونا قاعدة القدر، أو أي خضار ثانية على راحتكم. انا لا احب احطه سادة، وبس يعني الحين اسكر القدر اخليه يقعد لك كذا تقريبا على حسب الدجاج، اذا كان مجمد يمكن يبي له ساعة الا، اما اذا كان مبرد لا ما ياخذ وقت ابدا، يمكن ربع ساعة. الحين سكرت القدر، الحين بخليه على نار متوسطة، ثم لما تبدا تتحرك يعني صفيرة القدر بقصر عليه. طلع عاد الحين الرز انقعه شوي، وبس والله يعني قدامي وقت تونا بكرين. خبركم سوي الغداء بدري روقان. هذه الكشنة بنات تجنن، أنا بحطها الحين بعلبة. ليش؟ لأن أنس ما يبي الرز الأحمر، بسوي له رز أصفر، بس هذا ما راح أرميه. أنا بالعادة أطحنه وحطه، يعني يكون هو موية الرز، يطلع يجنن يجنن طعمه. اليوم عاد لا، بسوي له رز أصفر، بحط الدجاج يتحمر، بسوي عاد الرز. بعد من هذا البصل مكرمل، يعطي الرز نكهة تجنن. شوية بهارات، أهم شيء الكركم عشان يعطي لون أصفر كذا شوي للرز. بدي احط جزر، بس ما عندي جزر مبشور، عندي بس جزر مقطع صغار. صراحة بعض الأولاد أو البنات الجيل هذه الأخيرة التالية يعني عندهم شرط مرة بالأكل، والله يحليلنا حنا جيلنا، والله ما عمرنا تشرطنا ابدا، لا تحطها امي ناكله. وانا مره تعبت صراحه معاهم، اللي يقول ما ابي رز احمر، واللي يقول ما ابي رز ابيض، واللي يقول طلعي البصل، واللي يقول الله يهديهم. بس نكمل مسلسل التشرط، لازم اشيل البصل عشان ما يحب البصل. Thank you.
هذا غدانا خلص صعد رز أصفر، بسوي لنا قهوة بعدك بالظهر، وبقلي شوية بطاطس مع الغداء. هذا الدجاج محمر وخلص. ما أدري ليش القلاية خربت ما تشتغل والله، كنت بسويه بالقلاية الهوائية. هذا فقرة الغداء، وهذه أحلى فقرة باليوم اللي هي فقرة التنظيف والبخور بعد التنظيف. مرة أحب التبخير، بس كثير تسألوني عن البخور. أنا يوميا ما أبخر صراحة بالعود، يوميا أستخدم المعمول، ريحته مرة حلوة. أحيانا أجي معمول الماجد، أحيانا المعمول دوسري، يعني اللي يصير موجود عندي. أهم شيء تكون في ريحة حلوة بعد التنظيف. اللهم لك الحمد ولك الشكر. أول حاجة، لا أصبري قبل ما أقول لهم سالفة الطلعة، حاب أشكر متابعات اللي شافتهم وسن أمس بال ثانية شافت متابعاتي، يا ليتي كنت معاهم والله على راسي والله، أنتي وأمك الله يعطيكم العافية. تمنيت مرة إني مع وسونة، شافوها جت وسونة تقولي تقول شفني ماما متابعاتك بال، إنهم يسلمون عليك. الله يسلمكم من كل شر والله انكم. نجي عاد الموضوع المهم حق اليوم. اليوم عندي طلعه طيب، وماما محتاره وانا بعد محتاره، وش نسوي، شابوره ولا فطاير؟ كل شويه اقول شابوره فطاير، شابوره فطاير، شابوره فطاير، شابوره لها فطاير. ايه قالت عاد وسع، فقلت عندي فكره اللي هي نجيب ورقتين نكتب فيها شابوره وفطاير. طيب وماما تغمض يعني تختار، يلا بختار. غمضي وتختاري يعني. لازم اغمض؟ ايه يلا بسم الله. يلا اصبري بوريهم. الحين انا مغمضة. هذه. يلا. وين؟ هنا هنا. يلا. هنا هنا. شابورة. شابورة. خلاص بسوي شابورة دخن. بسوي كلنا نحبها. ايه. شابورة دخن، يمكن اسوي بعد شابورة بر. شابورة بر. يلا ان شاء الله الحين بس اخلص غداهم. صلي الظهر ما بعد صليت، وراح اسوي الشابورة عشان اخلص من بكرة. يلا مع السلامة. رقم ان شاء الله رد هو هذا لبوشة. وخلينا عاد نختم الفيديو حق اليوم بالشابورة. سويت نوعين من الشابورة، شابورة دخن وشابورة بر. الدخن ما حطيت فيها سكر ابدا، بس يعني حطيت زيت زيتون. اما البر لا، حطيت والله فيها سكر يعني عشان يكون في تنوع بال، اللي يحب كذا واللي ما واللي يحب كذا ياخذ منها. انا بطلع اليوم وباخذ معي الشابوره وبس. والله ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو يا حبيبات قلبي. لا تنسون الاشتراك بالقناه، لا تنسون تحطون لايكات لايكات بعد مو بلايك واحد للفيديو. اشوفكم فيديو قادم ومع السلامه.